دخلت الفنانة نعيمة عبابسة في غيبوبة بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بمرض السرطان وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا. وحسب ما كشفه مصدر مقرب من الفنانة فإن هذه الأخيرة تم نقلها مباشرة إلى المستشفى في حالة صحية جد حرجة نتيجة مضاعفات المرض. وأكد الأطباء أن حالة الفنانة جد حرجة ومعقدة. وكشفت الفنانة عايدة عبابسة اليوم السبت أن الحالة الصحية لشقيقتها الصغرى الفنانة نعيمة عبابسة متدهورة وتتواجد حال في حالة حرجة. وقالت عايدة عبابسة في منشور لها أن شقيقتها تتواجد منذ أيام بإحدى المستشفيات وهي حال في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارات، ودعت عشاقها الدعاء بالشفاء وطول العمر لها.